ازيك يا ابله طه؟ اهلا وسهلا. الو، اهلا يا ام عمر، اتفضلي. سامعاني يا حبيبتي؟ سامعاكي. انا عايزه اسال الشيخ اشوف البلاء. انا مبليه بلوه كبيره. فانا دلوقتي يعني ربنا وعدني براجل مش كويس في كل حاجه، وربنا اداني عيل، العيل بيجلد ابوه في كل حاجه، العيل لدرجه ايه؟ حتى ربنا وعدني خلفت منه عيل، العيل بيجلده في كل حاجه، بيغلبك؟ بيقلد ايه وابوه في كل حاجه. هو العيل قد ايه؟ عنده كام عنده سنة؟ 14 سنه، عنده 14 سنه، الثانيه عدده لغايه لسه دلوقتي عامل معايا حركه يعني مش كويسه، كل حاجه بيعملها زي ابوه ما بيعمل. يعني انا اتفضل. بشوف صبره معاها على، يعني ما عايزه اسال الشيخ بس كده، البلد دي انا ما بجيبش في سيره حد، وصوامه وقوامه ربنا بالين البلاوات يعني. مش عارفه دي من عند ربنا بقت من هو اعملها. ابوه بيعمل ايه وابنه عمل ايه؟ ابوه شتاء، بيشتم لسانه طويل وايديه طويله، وايديه طويله، والواد ابنه طالع بيعمل لك حاجه؟ والواد بيجلد نفس ابوه. بيمد ايده عليكي؟ لما بيمدش ايده عليا، بس بيشتم؟ هو الواد تعذرنته ونرفز كل حاجه زي ابوه، ورغم ان انا ابوه سايب كل حاجه، انا اللي شايل الشله بحالي، رغم ان انا قاعده في شقه بخشب وصبره، وعيني الاثنين عليهم ميه وتعبانه وصبره، اقول ربنا يعوضني في ابني. ابني طلع باكتر من ابوه، مش عارفه عندك انا ابن اعمل. واحد يا ام عمر؟ فين اهله وفين اهل جوزك وفين مالك الناس؟ كبير، مالك كبير، لدرجه اول امبارح يوم الجمعه كان جاي عليا يقتلني اصلا من غير سبب، عايز يقتلك من غير من غير سبب؟ سبب، من غير سبب. اهدى. والله جه مضربني، وانا عامله عمليه في عينيا، وعينيا الاثنين فيهم ميه، وعايزين عمليه، وهو اصلا سايبني خالص. انت هو عندك كام سنة وهو عنده كام سنة؟ احنا في الخمسينات. خلي فاطمة تاخد رقم تليفونها بس بعد اذنك وتتواصل. طيب انا سيبي رقم. تعبت، تعبانه، مش عارفه يعني، انا مش عارفه ليه البلوه دي، ما اعرفش يعني. انا داخله في الصيام على 130 يوم صايمه، وما بجيبش في سيره حد، وماشيه بما يرضي الله، ما اعرفش ربنا بلين البلوه دي ليه بقى. طيب حاضر، هنسأل فضيلة الشيخ، هل يجوز نقول هو ربنا باليني بالبلوى، ولا احنا في ايدينا نغير البلوى دي، ولا نعمل ايه؟ انت تقدري تمشي يعني تطلقي يعني؟ سؤال عادي، تقدري ولا مالكيش حتة تروحيها ولا حاجة، وهو كده وخلاص وكده قفلت؟ طيب ام عمر بتقولك مبلية بلوى كبيرة. هو طبعا قصه القدره احنا بنتكلم فيها، وبنقول ان بالنسبه لام عمر ان ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. كل واحد فينا له ابتلاء، يعني كل انسان في الدنيا له ابتلاء. يجي بقى الابتلاء في الابن، يجي الابتلاء في الزوج، يجي الابتلاء في الصحه، يجي الابتلاء في الجار، المهم لا بد من الابتلاء. ما دام انت ست يعني صوامه قوامه، يبقى لازم يجي نوع من انواع الابتلاء، اذا حب الله عبدا ابتلاه. المطلوب منك بس انك تجتهدي في الدعاء لابنك ولجوزك، يعني اجتهدي في الدعاء ليهم الاثنين على قدر المستطاع، على قدر المستطاع نزير في الدعاء، والدعاء يغير في القدر ويعدل في القدر هذا الدعاء الذي ندعوه، ندعو الله سبحانه وتعالى به هكذا. وقد يكون يكون هذا الابتلاء ربنا ابتلاء ليها لان الله يحب ان يسمع منها يا رب يا رب، وقد جاء في الحديث اني ابتلي العبد لاني احب ان اسمع منه يا رب يا رب. عايز اقول الطريقه بقى بتاعت القدوه، اللي هي يعني الطريقه الغير تقليديه بقى، معلش دي حته مهمه عشان اكمل الفقره الاولى، ان الطريقه الغير تقليديه ان انا اتعمد فعل الشيء امام الولد دون ان اطلب منه ان يفعله. يعني مثال، انا عايز ابني او بنتي تصلي، انا اصلي في الوقت اللي هم موجودين فيه، ما اقولش لحد قوم صلي، اتوضى اول ما الوقت ياذن مثلا، اتوضى الام مثلا تتوضى وتيجي تروح حاطه سجاده الصلاه، الله اكبر الصلاه، وتروح مصليه، ما قالتش. تاني مره تقول ايه؟ الصلاه يا اولاد. تالت مره طب فكروني لما يجي وقت الصلاه عشان محتاج انام ربع ساعه او نص ساعه، ومفيش نوم قبل الوقت ب 20 دقيقه ولا حاجه، 20 دقيقه بس اغمض عيني كده وحد يصحيني على الصلاه. هذه الافعال تسمى افعال قدوه، لكن افعال وليست صفات، يعني هو فعل يعني شوف حضرتك غير مباشر. تتكلم بالقدوه الغير مباشره، ما هي ام عمر بتحكي ان ابنها طلع زي ابوه بالظبط، بالظبط على القدوه غير مباشره. فخلاص هي كل حاجه بتتعمل العيال بيطلعوا يعني بيورثوا، ايوه يعني في ورث كده بياخدوه، طريقه حياه، كلام، افعال، فهم بيورثوا الافعال الحلوه والافعال الوحشه. بندعمهم بقى بالدعاء في الحالات اللي زي ام عمر، بندعم بقى بالدعاء، وبندعم بقى بالرجاء، وبندعم بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق. وبعدين اقول لك حاجه، خلينا كلنا متفقين على مبدا واحد، انا لو عندي ابن مش هينفع اغيره، يعني انا لا ينفع ابيع ابني، ولا ينفع اغير ابني، ولا ينفع ابيع بنتي، ولا ينفع اغير بنتي. فكل واحد عنده ولد او عنده بنت فيها نوع من انواع الابتلاء، يبقى فاهم ان ده ما بيتباعش، يعني حاجه لصيقه بيك على طول، فلازم ترضى بالواقع وتبدا تعدل فيه. يعني لازم اخطط لكده، انما انا لو عندي ولد عاق مثلا هعمل ايه؟ يعني هبيعه؟ ما هوش هيتباع.
هطرده؟ مش هينفع، ده ما دي شغلتي، ربنا اداني شغلانه، اداني وظيفه، ان اداني عيل عاق زي كده عشان اقعد اكلمه يتقي الله ويعمل كذا ويسوي كذا ويعمل كذا. لازم دي قواعد الاباء والامهات يبقوا فاهمينها، ان احنا مش هنغير ولادنا ومش هنبيع ولادنا، فلازم ناخد بالنا من الحكايه دي.